بالنسبة للمرأة الحامل كي هي كأي الناس عندها الحق في السباحة في حال ما توفرت الشروط اللازمة. بالنسبة للسباحة أتحدث ويعني وأشدد يعني الحديث على السباحة في البحر وليست السباحة في المسابح في البيسين. دونك إلا إذا كان لابيسين تاع دارها هي اللي يعني الناس معقمة ونظيفة ما متعقيم يعني تغيير الماء ويعني كل شيء على عينها وما كانش بزاف اختلاط فيه. هذه فيما يخص المسابح. المسبح شفتي يديروا الكلور ويديروا هادو من بين المواد الكيميائية اللي مدى بين المرأة الحامل يعني تتجنبهم. واش هرنا نحكيوا عليه هنا يا المرأة الحامل في كل هي لابيسين في كل مراحل الحمل. أوكي. مدى بها لابيسين يعني إلا كانت عدارها ولا حاجة خاصة بها هي معليش بصح باش تروح للمسابح للكوليكتيف الجماعية غير منصوح به رغم أنه كاين تعقيم وكاع جستما احنا هذوك مواد التعقيم اللي فيهم نوع من الأضرار بالنسبة للحوامل. دوك نهضر على السباحة إذا شربتهم وسرطتهم صح؟ أضرار جلدي الكلور مهبلية الكلور راك شتي يضر ما من الجلد دونك فما بالك إلا استنشقات ولا شربات ولا. دونك حنا مرحلة الحمل مادا بينا ما تروحش لبيسين ولا تتفادى هاد المواد الكيماوية والسباحة رانا نهضروا بوكو بلوس أكثر شيء سباحة البحر. دونك السباحة عندنا في الفترة الأولى 3 شهور الأولى و 3 شهور الأخيرة من الحمل مدى بها يعني تكون أخذ كل احتياطاتها باش تروح. والسباحة قبل كلش قبل ما تروح لازم تأخذ رأي الطبيب المتابع نتاعها.